هلا والله، اهلا وسهلا، مساكم الله بالخير. اخباركم يا جماعه؟ شايفين الاوراق؟ ما مداني اضبها. وجودنا ليس ديكور، وجودنا ليس كمالة عدد. شايفين هذا الملف وهذه الاوراق؟ هذه احداث واشياء تحدث من تحت الهواء، وعندنا مصادر، وندون كل شيء من بزنس واحد مدون هنا في هالملف هذا اللي قدامي. الملف هذا انا مجمعه، الشباب ابو حمود ابو عنيزي شغالين عليه، ولكن مش كل في ما يظهر يكتب في هذا الملف نتكلم فيه. احنا نتكلم في اشياء تظهر على الشاشه والجمهور يشوفها، في اشياء انكتبت واندثرت خلاص انتهت ما ظهرت على الشاشة، وفي أشياء انكتبت من زمان وظهرت الأسبوع الماضي. فنحن نتكلم ونتحدث عما نراه نحن والمشاهدين على الشاشة، لا نتبلى على أحد ولا نألف من راسنا. لما نسألكم يا متسابقين نسألكم عن أشياء على الشاشة. أسعد الله صباحكم. طبعا اليوم العزيز ابو حمود كلفني بهذه المهمه اللي انا ماني قدها، ولكن هو يبغى يكون ناقد، واتوقع انه راح يبدع، لانه هو كان عنده مشكله انه لما يكون هنا كان حنين على المتسابقين، شخصيه حنونه، فاحنا نبغاه شخصيه شرسه، فسلمناه مقعد النقد. اسعد الله صباحك اخوي ابو حمود. مرحبا، وصباحك وصباح ابو عنزي وصباح الجمهور الغالي، الله يحييك ويحييهم. اهلا بهذا الكرسي، اهلا بهذا الدور الواحد اللي ما في حنيه، ما عاد بحنيه، خلاص حنيه بطلنا حنيه، الحين ابيض اسود بس. اسعد الله صباحك ابو عنزي. الله يسعد صباحك ابو يوسف. الله يسلمك، كيف امورك؟ محمود كذلك، والمشاهد الكريم الله يمسيكم بالخير جميع. الليله طبعا ليله شاتيه جدا، والبرد قوي عليكم، اقول لكم تدفوا اللي خلف الشاشات، لكن من هو داخل القريه ما يحتاج يتدفى، كل ليلة ساخنه ان شاء الله، وبيحس فيها بالحر الشديد. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، انا اليوم مستغرب ابو حمود جايب شخصيه غريبه جدا، اول مرزام وشغل، الحين حركات مربع وذي، انا ما ادري. لا لا خلاص، شوف المكان هذا انت لازم تجي فيه، لازم تقوم كل ادوارك، ناقد صريح، لك وجه واحد، حتى الشخصية لازم. من اللي كان هنا؟ انت يعني المكان اللي عندك مرتبط بابو يوسف. انا اتقمص اليوم، بتقمص دور ابو يوسف، بس شوي بحط عليه شوي بهارات. اجل يعني ابو يوسف، انت لازم ترفع صوتك وتخلي عيونك بيضاء. صحيح. اسعد الله صباحكم، ان شاء الله جاهزين. نعم. طيب، بالامس كان وازع، شيخة المتسابق وازع الهشال، امس بدات وسوى دخوليه. المقطع جاهز يا مشعل حق دخوليه وازع؟ يلا نشوف دخوليه وازع بعدين نتكلم معه. عرفتم انا والشيخ الجديد هذا القريه؟ من هو؟ من هو؟ عرفتوه ولا ما عرفتوه؟ ما عرفنا. عرفتوه ولا ما عرفتوه؟ ما عرفنا. هلا الشيخ الجديد، هلا 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 هلا. راسك شوي، بعد راسك شوي، لا تقدم رجليك وانت تشيل كرسي. رجلك رجليك، خليك اربع كرسي. يلا قم، وقف يلا، الحين وقف يلا، ارفع راسك. ايوه لا ان شاء الله انكم استانستوا وفليتوا معنا، وباذن الله الاسبوع ذا بتشوفون اعمال وفعاليات، ما في جلسات من يوم رايح، فعاليات صح ولا؟ طبعا للتصحيح، هذه مش دخوليه، هذا كان اعلان شيخه لوازع، فهو وازع حب يجيبها بطريقه مختلفه. شكرا يا وازع. ايش تعليقك على الحركه اللي سواها وازع؟ انا امانه
انا صراحه يعني انت يا وازع يعني امانه انصدمتي يعني قلت من تتوقعون الشيخ؟ انا الشيخ ان كنا مره كذا متروعين بسم الله كيف صرت شيخ؟ سؤال كيف صرت شيخ؟ ما ندري لا والبشت والعصبه بعد ما تركب وقرارات صارمه والله قرارات صارمه واخرتها طال عمرك انت وياهم شايلينك في الساحه يدرون بك قدرتك يدك طال عمرك اخرتها لعبه الكرسي والجدار والله ما ادري وين الشيخ رايح. لا وش يقول؟ ان شاء الله انتظروا الفعاليات الجايه وبيكون في فعاليات يا جماعه متى يستوعبون شيوخ القريه ان الشيخه ما هي فعاليات وضحك وفله؟ يا اخي الشيخه يعني على حاجتين تمني على حاجتين ترتيب وتنظيم القريه. انت رتب ونظم في نفس الوقت الفعاليات هذه يقومون بها المتسابقين مو بس تجي تبني لهم فعاليات فقرات الفعاليات كل متسابق يمشي على فقرته ويمشي على جدوله المحدد ويمشي انت نظم ورتب. انا اقول الى اليوم ما في شخص استلم الشيخه وقام بالشيء المطلوب اللي تنص عليه او ينص عليه مسمى شيخ القريه ما في. هم يعرفون هم يسمعون شيخه يحسبون ان الشيخه انه خلاص اني بجيب فكره جديده او بسوي شيء بسيط. هو الشيخه دخوليه واداء وقرارات وبعدها اداء طول الاسبوع. الدخوليه في ناس ابدعوا في الدخوليات وغير الدخوليه. الدخوليه تشدك تقول يا الله وش الدخوليه. اليوم الثاني تلقاه في البث وفي الاقراط وهذا اللي هم مو فاهمينه اللي احنا دائما نجي نقول الشيخه ليست دخوليه، الشباب من بدايه البرنامج ماخذين الشيخه دخوليه وقاعد يتنافسون بالدخوليات. بعد ذلك ايش يسوون طوال الاسبوع؟ ولا شيء. ولا شيء. القرارات ولا شيء. صح؟ اقوال بس هم اقوال. حتى تعاون يعني الشيخ دائما مسؤول انه يقوم الشباب من نوم، كل يوم في واحد محروم او اثنين في تاخير على الفقرات ما يهتم بالصلاه مع ان هذه من مهام الشيخ ولكن الشباب مطنشين. فالشيخه يا وازع نتمنى ان تكون مختلفه معك الان انت اليوم من اول يوم نشوف هذا الاسبوع. الشيخه ليست فقط دخوليه، الشيخه ليست فقط شو وبرستيج وكذا وبسوي قرارات وقرارات، الشيخه افعال. انا اتمنى اني اشوف شيخ بلا دخولية ولكن في نهاية أسبوع يكون قدم شيء مختلف عن زملائه في الأسابيع الماضية. تخالفوني ولا توافقوني؟ حن والله أنا من ناحيتي أتفق معك لكن حنا لازم نبين للشيخ وش دوره. طيب يا أبو نزي أنا ودي إنك تذكر ثلاث أشياء ولا أربع أشياء من مهام الشيخ يمكن ما يعرفونها. ثلاث اشياء انا اقول دخوليه وايش غير دخوليه؟ والله ابو حمود باقي مصر على انه يسالني حتى وهو ناقد معي لازم يسال. زين انا اقول له دائما لا تسالني لا يزال بتقمص الدور لا تسالني احنا جايين هنا في فقره ناقد كل واحد يبدي وجهه نظره في شيء معين. طيب انا بقول لك يا ابو حمود ايوه اول شيء شيخ القريه يكون مسؤول عن المتسابقين بشكل عام في حضورهم على الوقت اللي حددوه الاداره اللي هو الساعه 4. حلو. اللي ما يصحى الساعه 4 انت مسؤول عنه انك تسجل اسمه اذا ما حضر. مثلا اوقات الصلاه يا شباب الصلاه يا شباب قوموا صلوا تذكروا اوقات الصلاه او حتى تجيهم يا شباب الاهتمام بالصلاه. طبعا اول شيء رضا الله سبحانه وتعالى، الشيء الثاني هذا ياثر عليك في الفقرات وكذا وكذا وكذا، الشيء الثالث نظافه القريه لازم تكون القريه مرتبه ومنظمه كذلك. الشيء الرابع لازم يكون في ترتيب الفقرات. يعني اذا الحين مو بي واحد يجي يقوم يبدع له فقره وخلاص لا رتب فقره، انت وش عندك فقره خلاص فقره الساعه الفلانيه والساعه الفلانيه والساعه الفلانيه. الشيء الخامس والاهم 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 واللي تكلمنا فيه كذا مره توزيع اللوكيشنات. يا وازع ترى انت اذا سويت الشيء هذا بس تراها تحسب لك وتسجل لك في شيختك. وزع اللوكيشنات، كل ما لقيت لك ستة ولا سبعة قول يا شباب تعالوا بالله فلان وفلان وفلان تعالوا بيكم، طلعهم لوكيشن ثاني، خلوا الجلسات تكون على ثلاث أشخاص أو أربع أشخاص، شوف كيف بتكون الجلسة، بدال ما تكون جلسة واحدة كونوا أربع جلسات يا أخي، ترى الجلسة إذا جلسوا فيها كلهم اللي يتكلم فيها اثنين ثلاثة والباقيين منصتين. والله راحت حصة دراسية. تتوقع بيسمعون كلامه؟ ها؟ تتوقع المتسابقين بيسمعون الكلام لما اجي اقول فلان الكلام. ليش ما يسمعون كلام؟ لا لا دقين في البوست طاقين في البوست الحين و800 ما بيقولون على قلب رجل واحد يا رجل. طيب يسمعون كلام انت بس الكلام هذا من اول لا لا وازن يسمعون كلام على قلب رجل واحد. لا لا هذاك الشخص هذاك اللي ما يسمعون كلام ابشرك انت وكلامك لازم يسمعون كلام انت وكلامك وابو يوسف والله ما دروا عنه وانهم دقين في البوست الحين و800 رايح
وهي جايه هذا وشوف ولا بحد لا اله الا الله عليهم بالعافيه عليهم بالعافيه. اتمنى ان تكون الفقره يعني او وجبه العشاء توقيتها يكون مختلف. تمام. طيب اليوم كان في عصريه مختلفه شوي او ما هي مختلفه، الشباب في البرنامج هذا تميزوا بالعصريات وصار كل اسبوع او كل عصريه كل واحد يقدم افضل ما لديه، وصار السمة المميزة في هذا البرنامج العصريات والتنافس في العصريات. اليوم طبعا كان عصريات علي الشمراني. المقطع جاهز عشان نشوفه يا مشعل؟ عطنا المقطع تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومسي عليكم بكل خير، يا مساء الخيرات والأشياء الحلوة مع عصريات مختلفة. طبعا عصريات فلوها مع علي، اطرقوا حجاجكم، شعللها اطرقوا حجاجكم، بس ابغى صميله ناس صامله، ابغى ناس فاز الفريق هذا. طبعا حاتم فريق انس في نقطه. ها سندنا بيا الله برنامج الواقع نجومه وجمهوره مقفلين ترندات السعوديه. ان شاء الله كانت عصريه خفيفه لطيفه ممتازه جدا ممتازه ما شاء الله. السلام اختام. يعطيك العافيه علي. انا ما ابي اتكلم عن العصريات. والله تحيه لعلي. انا ابغى اعطي ملاحظه بما ان الموضوع عن علي بعيد عن موضوع العصريات. من بعد دخولية محمد منصور يبدو أن التويكس صار كل واحد في غلاف مستقل، يعني حولها حواليها ترى فيه توكس حبتين مع بعض، فيه توكس حبتين، أظن أنه صار بيصير كل واحد صير منفصل بالعكس. طيب هذه بس قطة كذا عشان يعرفون أن الملف عامل، بس نبغى نتكلم عن العصريات يا أبو حمود تفضل. أما من جهة العصرية يا أخواني جمهورنا الغالي، انا اشوف انه بدع اليوم، اني انا اشوف انه سلك طريق الرشاد، وانه البارحه يوم يقول بجيب لي جوال، لا خلاص الرجال عتق. ابشركم وابشركم ال 5000 انها والله من ضروعه، وابشركم ان العصريه اليوم ما مثل، حتى انه ختمها بعرضه جنوبيه تبرد الخاطر. اليوم فرزان نواف فرزان هناك يشاهد، يقول تعرف يقول لي شاهد ولا جاهد؟ اليوم في مشاهده ما قرب منه مره واحده. فان شاء الله ان علي احنا متفائلين منه خير، وبيرجع دكتور ناجح باذن الله. هذه وجهه نظري. طيب وش تقول يا نايف؟ والله انا صراحه الشكر ما يوفي حقه، علي مبدع ومتجلي بكل حالاته، والنجاح اللي شفناه اليوم مو بغريب من علي. بالعكس انا اتمنى يعني اذا الاداره بيسمحون ان يكون معنا في احدى الفقرات هنا جنبنا. والله ما علي فعلا يستحق من الان انه يكون مقدم برامج او مكان ابو يوسف يقدم الحلقة. يا رجال فكره من شرك الاعلامي قبل اسبوعين وانت تجيبها بعد. اسمع علي شخص متمكن يعني يا رجال، احنا هنا بكل شفافيه وبكل صراحه جميع المتسابقين اللي موجودين كلهم فيهم الخير والبركه، لكن علي انا اشوف انه مقدم ناجح بكل المعايير. خلاص يعني اذا علي باقي ما كملنا شهرين وصار يقدم بالكاريزما هذه وبالهدوء هذا وبالعقلانيه هذه وترادف الكلمات وتسلسل الفقرات والإيحاءات ولغه الجسد يعني علي كاريزما اعلامي. الان انت فتحت لنا موضوع ثاني، عطنا ترشيحاتك للمتسابقين اللي تشوف انهم يستحقون ان يكونوا مقدمين معنا. لا انا اتكلم عن علي ما اتكلم عن غير علي. يا رجال انت خير علي يا رجال. انا اتكلم عن علي ما اتكلم عن المتسابقين الباقيين. انا لست مش شايف واحد ثاني غير علي مخولا انك ما قصرت اختار انك اخترت من المتسابقين من هو اللي يستحق واللي ما يستحق. اخترت وخلصت يا رجال، انت تقول جيبوا علي معنا في فقره جيبوا علي يكفي. احنا محورنا اسم ثاني، محورنا صرحت عطنا غيره. محورنا من هو الان؟ انهينا محور العصريات وتكلمنا، الان انت فتحت لنا محور ثاني. وصلت العدوى لابو فتحت لنا محور ثاني. طيب ابو حمود انت ايش تشوف؟ انا والله اني اشوف امانه ان ما في ولا متسابق الى هذه اللحظه ممكن انه يكون معنا في هذه الفقره، لان الفقره هذه ثقيله سمعتوا، وان الفقره هذه مهمه ولا في مش لازم النقد، مش لازم النقد، اي فقره مناسبه في البرنامج في البرنامج الجاي او في النسخ القادمه ولا واحد مقدم ولا واحد.
طيب كثير من الشباب مش كيف ولا واحد، كثير من الشباب قدموا في الفترة اللي غاب فيها ريان للظرف الطارئ، كثير من الشباب مغصوبين قدموا مغصوبين واثنين عليهم وكان أداهم جيد. أنا أشوف ولا واحد، وإني أشوف كلهم طال عمرك إنهم ما يعرفون يديرون الحوار ولا يعرفون يقدمون، وأنا أشوف طال عمرك إنهم يطلعون من نية مع هذا الباب ما حد درى عنهم، ما حد درى عنهم نهائيا. بتقعدون في الساحة أسبوع أسبوعين طال عمرك، شمس انشرقت وغابت. سلطان دويحس ما سلطان دويحس، سلطان دويحس أوعدك وأوعد الجماهير إنه بيطلع من نية للديرة نشب كلبل، ما يصلح يقدم فقرة وين يرد له. تدري لو سلطان دويحس يقدم فقرة ثانية وش علومه؟ إيه؟ عطاه معلوم الملف والأوراق دي كلها يعني. طيب ايش رأيك لو قلنا مناحي مثلا؟ مناحي الأسلمي؟ نعم مناحي. أنا ما بعتقد مناحي يقدم المطبخ. طيب ما شفته المطبخ؟ ما شفته يا رجل. أنت تشوف اللي تشوفه وما تبي تشوف اللي ما تشوف يا رجل. قدم ترى أنت قدم. أنا لاحظت عليك أنت صاير مثل فلان كله تتحفظ. اقول لك ما شفته. ملاحظ انا هالشيء. لكن اذا سالتني عن شاعريه مناحي والقائه وتفرده وتجليه في الشعر اقول لك اسلمي كيف ما شفته. مناحي الاسلمي قدم فقرتين كمقدم كيف ما شفته؟ وشفت نارين في القريه. كنت راقد طيب نارين في القريه فقرتين. انا اشوف ان عندك محاباه لبعض المتسابقين وهذا شيء انا ما ارضاه. لا ما ارضاه نهائيا. عندما تشيد اسم متسابق والباقي يتهمشهم ما ارضاه. يا مبذل مثلا في ما ينفع مقدم. وجهك على اي اساس رشحت علي؟ لان انا شفته اليوم في فقرته ابدع وتجلى في فقرته. يعني انت سؤال لكن البزنس 65 انت ما شفت ولا فقره؟ كل اسبوع كل يومين في عصريه وفي كثير ابدع واكثر من علي. ترى علي ما جاب شيء جديد اكون معك صادق. لا في عصريات لا كثير لا اعلى لا 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 علي جاب شيء جديد وابدع وكان حضوره متميز جدا. انتوا تبغون تحطون تبغون تحطون اليوم شكلك نايم. تبغون تحطون تبغون تحطون بيني وبين المتسابقين قاب وهذا انت من خلق القاب. لما تيجي متسابق المتسابقين كلهم سواسية تنط تقول لي ارشح فلان يجلس جنبي على الطاولة وهمش الباقي. انا ادري هنا انت اللي خلقت القاب. طيب انتوا ليش جيتوا ضد علي يوم تكلمت عليه لا انا قلت لك علي والنعم فيه. لا 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 ما قلت والنعم فيه. احنا ما قلنا هذاك يقول لا ما يستاهل. وانت تقول طيب ليش المتسابقين الثاني؟ انا ماني ضده. انت تقول لي علي ابدع طيب والباقيين؟ علي قدم طيب والباقيين؟ طيب علي يقول ما قدم ما قلت الباقيين. اللي يقول الباقيين ابو يوسف حتى محاورهم نسوها. تنكر تنكر اللي قلت الاعلامي. دقيقة أنت عشان أذكركم أنت تقول علي مهم مبدع اللي قال اللي قارن أبو يوسف واللي قارن بالمتسابقين. أيوة ضاعوا ما يدرون وش الطرف. طيب إيش رأيك لو جبنا نواف العرماني يقدم إحدى الفقرات؟ ليش لا؟ ليش تضحك؟ ليش تضحك؟ ليش تضحك؟ يقول ليش نجيبه؟ طيب بقول لك ليش؟ حتى تقييم كم تعطيني؟ قل لي قل لي نواف كم تعطيني؟ أنا ماني مقيم هنا أنا ناقد. أيوه أسئلتكم ليش ما تقول نواف العرماني شخصيته ما ينفعكم مقدم؟ شوف احنا اليوم لازم نسكر الملف زين بنفتح ملف نايف. أنا بأفضالك الحين لف ملف. أيوه تفضل طال عمرك. أقول أنا هنا ما جيت علشان أقيم نواف ولا أقيم فلان ولا أقيم فلان. تجيني تقول تسألني عن مناحي. أنا اكتشفت أن أنت لك نظرة ثاقبة في المقدمين. قال ترشح علي يجي يقدم معاه. يا صل على محمد. أول شيء أنتوا يا شباب حنا هنا في فقرة ناقد وفي شيء اسمه يعني شيء اسمه حواريات الفقرة. حواريات أنتوا إيه نعم حواريات ولا حوريات؟ خلني أتكلم. أنتوا تجاوزتوا الحوار من علي إلى شيء اسمه مقارنات وتقييم. هل أنا هنا خلني أتكلم بالحلال أصبر هل أنا هنا جاي أقارن بين فلان وفلان ولا جاي تسألني يسألني فلان يقول لي طيب وش رأيك في فلان وش رأيك في فلان وش أنت رأيك قارنت فلان؟ أنت قارنت قلت أبغى طيب علي معنا في الفقرة. طيب أنا إيه طيب علي وأنت ليش قلت لا؟ أنا أقول لا لأن من حقي أقول لا. طيب وأنا من حقي أقول إيه؟ أنا ما أقبل. طيب كيفك عمرك ما قبل؟ إحنا أنا ليش سألتك؟ ها طبعا هو صح هو كان سؤال وأنت قلت رأيك. ها أنا طبعا هو سؤال أنا لما جيت قلت لك هو كان سؤال أوكي أنت اللي فتحت الموضوع فطرف بالي محور ثاني. ما فتحت طيب وانت انسان انت اللي فتحت لما انت رشحت علي مو انا اللي رشحت انت علي اللي فتحت انا قاعد اتكلم عن العصريات والجمهور شايفين انا قاعد اتكلم عن العصريات. جيت حضرت جنابك نطيت قلت انا ارشح علي يكون مع الكرسي هذا جنبي. ما ادري انا ما نطيت
زين أول شيء. طيب أول انا شيء. الان لو تعليلك لعلي اكتشفت شغله اول شيء إن انت انسان يعني انت متسابق سابق لك خبره واكتشفت ان لك نظره ثاقبه فالان ابغاك ترشح لنا احد المتسابقين الان علي بيكون على الكرسي اللي جنبك نبغى متسابق يجلس جنبه بعد ما اعرف خلني اعلمك اول شيء انا ما نطيت انتم هذا محور وانا تكلمت عن علي وعلي فعلا يستحق انه يكون موجود لان انتم تخلوني اتشعب لان احنا في كنا في كاريزما وكان في متسابقين من ضمنهم وليد الزهراني قدم فقرات وقدم شركات احضرت في القناة وقدمها وليد الزهراني وحنا لازلنا في الشهر الثاني قدم عادل بن هيف قدمت أنا قدم إبراهيم النجاشي قدم ذكروني بعد في قدم أحمد الفراج كانوا موجودين وفعلا قدموا فقرات رسمية لضيوف كانوا جايين من خارج القناة طيب يعني خل هذه فقرة بينهم طيب قدموا من خارج القناة وينهم ذا الحين وينهم؟ ما أدري وينهم لا تدرون وينهم كلكم تدرون وينهم أنت تتهرب وقال لك عطنا واحد ثاني قل فلان تمام بس بسيطة خلاص نقفل لا 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 عصرية لا تقفل عصرية ولا شيء أي تفضل تقول لي عطني واحد ثاني أنا أقول لك بالنسبة لي أنا ما أشوف يستاهل أنه يجي هنا من المتسابقين حاليا شخص قدم مثل تقديم علي غير علي الشمراني تجي تسألني لا تصفق تجي تسألني شو رايك بناحي شو رايك في سلطان شو رايك ولد انا جاي هنا يقيمي على الرياجيل ليه تختار علي وتخليه يقيمي كيف اختار يا ولد هذا محورنا صحي ولا مهبول لا اختر علي ولا مع اخوياه ولا جيبهم خلوني اقيمي على الرياجيل انا ما ادري اللي يقيمهم ذولا قيمت خلصت قيمت وخلاص عيال انا ما قيمت حنا تكلمنا في محور وانا طلبت علي يقولوا لي قيم انا ما قيم خلاص خلاص احنا اسفين تمام احنا اسفين ينضغط بسرعه لا ما انضغط بسرعه طيب انت ليش قاعد والله العظيم ليش قاعد يا شباب يا شباب والله العظيم ما الومكم اذا جيتوا في الكوفيشن روم ونرفزوكم الاثنين ذول ابو يوسف يمكن بس هذا اللي والله العظيم ما يدري انه حط راسه ليش يضحك انا اضحك لانه انضغط بسرعه هذا هو شف ما انضغط انا جالس اتكلم تقولي لي قيم ولا فلان رايك فيه ولا فلان وش رايك قيمت خلصت انت عادي سالتك ليش انا سالت ما فيها شيء سالتني انا ايش رايك في فلان وايش رايك في فلان انا اشوف ما في ولا واحد انا هنا انا من اسال وانت من تجيب انت هو سالت عن من سلطان دويحس على طول رفع ثوبه وانحاش سلطان دويحس دوري عند البل صح يعني هرب هروب انا ما عندي الاشياء هذه انا عارف انا رجال سيده ما بيروقك الا تجيب انت رجال ايش انا رجال سيده ان شاء الله ان سيده انت انسان سيده لا والله سيده ابو حمود هو ما بيروق الا بتوكس جيبوا له توكس خليه يروق اي والله باذن الله طيب احنا لما تكلمنا وانا تكلمت تحديدا ان كان عندي محورين وما اثرتهم زين كان في عندي محورين وما اثرتهم تأخير أحياناً على قولتهم يفضح في محور من المحاور يعني هم قاعد يتكلمون فيه على الشاشة أخرني أبو حمود وهم تكلموا فيه أنا لبحت له في يوم لقاء صاحب القرار وزعل علي صاحب القرار لما جيت قلت القرية مليانة بالجوالات جاء قال لي أثبت كيف شلون تذكرون نعم طيب ما يحتاج إثبات يا صاحب القرار في الأيام الماضية أربع متسابقين أربعة مش واحد أربعة بلسانهم أقروا بوجود جوالات وازع نواف العرماني سلطان دويحس وبندر على سعيد في جلساتهم يتكلمون واحد يسأل الثاني إيش الترند في التاج اليوم والثالث يقول مدري إيش طبعا ادري بيقولون كنا نمزح ونطقطق وننكت ولكن لسانك هو الاثبات لو كنت انا اقسم بالله لو كنت انا صاحب القرار الان خلال 25 دقيقة تكون على طاولتي اربع جوالات اول اربعة يروحون براي هذا المفروض وهذا محور وملف موجود ومعلومات عندي وشهود عندي ولكن ما يحتاج هذا كله ما له قيمة هم تكلموا على الهواء ايش رايك يا ابو حمود شو يطول العمر القرية هذه او المتسابقين هذولا الجحدي عندهم برد باربعة مستحيل يعترفون ليش لان الرجل اللي يعترف او يقول اسف هذا خارج نطاق الخوة عندهم
حتى لو عندهم ما هو جاب جوال، يعني جوال نواف فرزان لو ما كفش يوه ما كان اعترف وهو شيخ القرية، تبقى الباقيين يعترفون. يا رجال أنت ذكرت أربعة أسماء مستحيل يعترفون، ما هو لو تقول له إبراهيم، لو تقول له استبعاد قال بالله يعني استبعاد يعني. طيب الشنطة متى أجهزها يعني؟ يا رجال لو تصيح منه إلى بكرة المغرب ما معك جوالات ولا في اعتراف، هذا نهجهم وهذه طريقتهم، رضيت ولا هم تقبل. اعترفوا على الهوى، اعترفوا على الهوى، لكن قدامك ما راح يعترفون، قدام محمد منصور ما راح يعترفون، بيقول وش راس مالها؟ راس مالها 20,000 20,000 وش 18,000 20,000 18,000 عادي عندهم ولا شيء. ابراهيم ترى عندهم بقطقه. نايف ايش رايك في الموضوع؟ موضوع ايش؟ انهم قاعد يتكلمون على الجوالات على الهواء. موضوع ايش؟ باقي يفكر. لا لازم اكون حريص، لازم اكون حريص. باقي يفكر. موضوع ايش؟ المتسابقين قاعد يتكلمون على الجوالات على الهواء. طيب يسال الثاني على الهواء ايش الترند في التاج اليوم؟ طيب وش فيها؟ عادي. عادي؟ ماشي عادي. 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 عندهم جوالات، احنا دارين عندهم جوالات، قاعدين يسولفون على على على, 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 على البث وش التاج اللي اليوم؟ يعني احنا مثلا نجي نتخذ قرار خصم عليه عادي، نجي نقول الشباب اليوم قالوا انهم يسولفون في الترند هذا دليل معهم جوالات ونحن نطالب القناه ونطالب بعدين. طيب انا طبعا لانه صاحب القرار هو اللي جاء قال حتى انت يا فلان قلت كذا وانت يا فلان قلت كذا. فيه جوال من هو معه؟ والله ما ادري. الجوال من هو معه؟ ما معنا جوالات. الجوال ثلاث مرات يسألهم. بعدها الأشخاص اللي تكلموا في الكلام هذا قالوا وش صار في الترند اليوم؟ طق هذا ب5,000 ولا 10,000 وطق الثاني مدري وخلاص رح. خلاص. شو نقول حنا يعني؟ يعني شايف الموضوع ما يستاهل. يا رجال انت ترى نايف، شف لا تستبعد النايف انه متساهل في امر الجوالات، ولا تستبعد النايف انه يمكن هو اللي داري من فلان مع جوال، لانه يمكن في من الاسماء اللي ذكرناها اسم آلم نايف لما ذكرناه ما تدري. انا الجاسوس حقي يقول ما يعني للحين ما اكتشف شيء. ترى انا لو جيب سلطان الراحس في الكوفيشن روم انا اتوقع انه بيكر اسمائهم كلهم. الرجال يقول جاسوس حقي. فيكم انتم كل ما قلت شيء الرجال يقول جاسوس حقي يا ولد، ايش معناها؟ سلطان قاعد يتكلم على الهواء في الموضوع، انه قافطهم كلهم اصلا وعارفهم كلهم. بالنسبه لمصادري انا يقولون ما في جوال. بس عندك مصادر؟ عندي بس عادي ابحثوا يمكن يعني دوروا. ما يحتاج مصادر، الاعتراف سيد الادله، الاعتراف سيد الادله. هم تكلموا في الموضوع واضح وبصراحه، يعني تصريحا صرحوا فيها، تلميحا لمحوا فيها، اكثر من كذا ما في كلام. طيب حتى الجمهور يعني شوف اي واعي يا رجل، اذا الجمهور تكلموا على لبس متسابق بعد 5 دقائق يغير اللبس، بعد 5 دقائق يا رجال. طيب انت وش رايك اللي مع جوال؟ انا من البدايه السبب كان تساهل صاحب القرار. طيب من اللي مع جوال من المتسابقين؟ من اللي مع جوال؟ علي الشمراني. انا قلت لك الاربعه اللي اعترفوا لا. هذا اتهام صريح، يستطيع علي الشمراني بهذا الاتهام من ابو محمود. تفضل يا باشا، تفضل يا باشا. لا بيقول كنت امزح. اسمع، هم يقولون على الهواء علي الشمراني انه يقدم على الاداره ان ابو حمود قاعد يتهم اتهام صريح. مش اعترف. في حال ما ثبت ابو حمود ما اثبت الاتهام الصريح هذا يحاسب محكم الاداره. انا هذا رايي. يا رجال انت وعلي الشمراني واتهامكم، يا رجال والله الجوالات اللي بين ضلوعهم، والله يا الريجي يقول اما عم جوالات وصاحب القرار يدري والجمهور يدري وانتم تدرون، ولا معكم الا طلبه الله. هم يدرون اننا ندري، هم يدرون اننا ندري، اسمع والجمهور يدري ان معاهم، وهم يدرون ان الجمهور يدري، خلوكم الكل يدري. ولكن طيب يا شباب، بالنسبه لموضوع الجوالات، يعني في اكثر من حلقه والله معهم جوالات، والله عندهم جوالات، والله التصاريح هذه اذا ما كانت على يعني على بينه، يعني ما هو المفترض ان نقولها. هم قالوا هل انت شفت جوال؟ هم قالوا. خلني اكمل كلامي، انا اتكلم عن ابو حمود. ايوه خل هل انت شفت جوال؟ انا لا ما شفت. لا شفنا جوال. التصريح هذا اول شيء بيحس في نفوس المتسابقين اللي ما عندهم جوالات. الشيء الثاني بيعطي انطباع
للجمهور خلف الشاشة أن المتسابقين هذولا قاعدين في برنامج سبهللة وبجوالات ويعني بطريقة يعني غير صريحة ويعني ما تليق بالبرنامج. دافع عنهم يعني. الشيء الثاني، أنت قلت أن المتسابقين قالوا أن التاج أو فلان تابعت التاج فلان، هذه بتجي على وجهين، يعني يدور مشاهدات يدور شو وأنه قادح، يعني فعلًا عنده جوال هذا المتسابق والمتسابق اللي معه، والحساب والعقاب يقع على هذول الشخصين. أبو منصور يوم أنه عاقب المتسابقين كم عاقب؟ 4 متسابقين. طيب هذا يعني المتسابقين الباقيين معهم جوالات؟ لا لا دقيقة، ما يعني دقيقة أبو عنزي، دقيقة يا شباب، برنامج هذا قائم على نظام وقائم على أسس وقائم على يعني نقاط محددة وله نظامه وله يعني آلياته لازم نحترمها، حتى وحنا نقاد لازم نحترمها. لا دقيقة في شغلة، إذا أنتم ما عندكم دقيقة، إذا أنتم ما عندكم دقيقة فقرتين بقولها، إذا أنتم ما عندكم محاور تكلمون فيها عادي، أنا أجيب لكم محاور. هذا الشيء الأول، إذا ما عندكم محاورك الله يخليك، خلص. إذا أنتم ما عندكم يعني عملية أو دراية بعملية تسلسل المحاور كيف تنتقل من محور إلى محور، نفس الشيء عادي تقدر تتعلم وتجي مرة ثانية وتقدم. دقيقة أبو يوسف، أبو يوسف لا تنتقل مشعل. دقيقة أبو مشعل. يوسف مشاهدين الكرام، من الآن حلقة بكرة احنا ما أعرف، ما عندي محاور، وهذا ملفي ما له داعي، ولا عندي ولا محور زين، وأبو حمود اعتزل صياغة المحاور. بكرة احنا بنيجي بنشرب الشاي، أنت مقدم بكرة ونايف هو المقدم بقى. وهو من سيصيغ المحاور واحنا في انتظار، وبيعلمنا كيف ننتقل من المحاور كيف ننتقل. باقي عندي حاجة بسيطة اخلصها. أيوه. تفضل. اذا الشيء الثاني، اذا ابتلشت مثلا في فقرة ولا شيء، طالع في زميلك بيكمل، عطه الباص، لا تجي ما خلص السؤال، خلص المحور عندك. طيب وش رايك انت كم عدد المتسابقين؟ وش رايك عطني تسال حبيبي، احنا ما انا في حصه، انا في حصه لغتي ولا رياضيات. انت ناقد انا ناقد، ماني ثاني مستحواف على الشاشه. انا مستحواف. 4 متسابقين قاعد يعلنون صراحه عن وجود جوالات وان عندهم جوالات وجالس تدافع عنه يا ابو يوسف. ويبدو انه ابو عنزي لقب الحنون كان الله يذكره بالخير الاستاذ تركي، كان جدا حنون على المتسابقين، بعدين جاء ابو حمود وسحب الجو واكل الجو، ويبدو ان ابو عنزي يبغى يكون الشخص الحنون في فقره خذها كاش، متعاطف مع المتسابقين ويدافع عنهم ويرشح ويختار ويسوي اشياء ما ادري، وكل شيء يقوله غلط واضح. تبغى تصير الشخص الحنون؟ ابغى اصير الشخص اللي انا ابغاه. الله اكبر. الله يا اخوي، ايش الدرر هذه؟ ابو عنزي احنا لنا اسبوعين نقول الشباب معهم جوال، فجاه طلع جوال نايف بن فرزان. انا هو في مرزان قبل اسبوعين كنا نصيح نقول ترى معهم جوالات يا ناس، تقول انت لا تتهمونهم تجرحون مشاعرهم، لا تتهمونهم هذا كلامك، هذا اسقاط في حق الاداره وحق صاحب يا رجال الاداره ايش قاعدين يسوون؟ يلعبون الريجي ذولا معهم جوالات، ومحمد منصور ما يعاقبهم عقابا يوجع الريجي، خليهم يمشي سيده طال عمرك. كل ما جينا حلقه انا ما عندي، اقول لك ليش انا واحد، تعرف ليش؟ جوال عقوبته 5000 انا بعوضه فقره البورصه. والله العظيم 5000 يا رجال. اسمع، انتم تقولون اني حنون على المتسابقين، والله العظيم من في متسابقين موجودين للحين يتابعون الشاشة انهم زعلانين علي ما يسلمون علي. زعلان عليك؟ اي نعم. تقنعون بالله؟ عشان كذا انت قاعد تدافع عنه. ايه يدور الرضا. بعدين الشيء الثاني كيف يسلمون عليك؟ انت ممنوع، انت اصلا ممنوع انك تتواصل مع المتسابقين. كيف تبغاهم يسلمون عليك؟ اللي يزعل كاس فيه مويه وملح ويشربها وبعدين. هذا واحد. اثنين، هذا عملك. ثلاثة، طال عمرك عن المتسابق اللي زعلان علي انا يا صالح ولا عليك ما يرضى، ارضى الناس قايلة تدرك. على طاري السلام، في فضيحة، لا حول ولا قوة. وش فيه؟ تاخذ الرأي بعد فيها؟ طبعا على ما تجهز لي الفضيحة، اتمنى انك تجيب لي انس الميموني في الكوفي شرو، ورينا المقطع يا مشعل.
سبحان الله امس طلعت الدور السام فيهم حتسوم امس طلعت من باب الهنجر وبروح الخيمه بعد اخذ كاش واشوف واحد من النقاد مع واحد من المتسابقين شفت ولا لا؟ انظر في المنطقة محظورة دللة واحد من المتسابقين؟ نعم واحد من واحد من النقاد الكبار واحد من وش يا ابو معجب؟ الكبار ضحك متسابقين شفت ولا؟ الكبار واقع مع واحد من المتسابقين الكبار بعد هذه مصيبة شفت ولا؟ هذه النجوم نظام والله واقفين في المنطقة المحظورة نعم فأنا لازم تاخذ فيها محل النجوم على وعد اليوم يا خذاك صح يبدا بحرف الصاد من هو هو لا 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 الاسم ما يعطيك الاسم نهائي لا الاسم متسابق ولا الاسم لا نهائي وانا في كاميرا استر علينا انس استر علينا يا انس فضحنا على الهواء الله يستر ما فضحنا الا بعنا ايش اللي ايش ذي البيعه هذه الله يستر لا لله ان انا واضح انت ايش رايك يا توقع مين وقال واحد من الكبار يعني اتوقع الاكبر سنا اتوقع مين علمكم انا ها مين علمكم انا لا بعد بتبيع طيب توقع من سابق من اسالوني بعد انا هنا جاي اليوم خلاص انا طالب صاير محامي انا الطالب انا الطالب انا الطالب متسابق متسابق الان احنا بنجيب انس بنجيب انس وبنساله وبنعرف من نعرف من هو استاذ معرف بروح انس ويانا بالكوشن روم يا شباب انس يا رجال انس ايوه ايه الابتسامة سعد الله صباحك وصباحك يا ابو يوسف يا مرحبا بس الله الله بس الفضايح شوي شوي لو سمحت لا ان شاء الله الامور طيبه ان شاء الله يا ابو يوسف انس اتهمت احد مقدمين خذها كاش انه كان متواصل ومجتمع مع احد المتسابقين في المنطقه المحظوره نعم طالع صحيح صحيح طيب تقدر تصرح باسمه لا الاسم ماني مصرح فيه أول شيء أصبح عليك أبو يوسف بالخير وعلى أبو عنزي وعلى أبو حمود الصباح الخير أي تصبح علينا لا تصبح علينا يا رجال تفضحنا قبل شوي الحين تصبح علينا لا يبي لك صباح وفكنا شرك يا رجال مساء الخير صبح علينا صباح الخير صبح علينا صبح علينا يا أخي تبين أمرين وتفضحنا تبغى تبين صبح عدوك بخير وشلونك أستاذ صالح الله لا يسلم في عدوك عظمه فكنا شرك كيف الحال عساك طيب الله يا رجال ايش فيك مرتبك يا أبو حمود يا رجال صبح علينا ايش فيك مرتبك ايش فيك مرتبك سؤال وضع صالح ها مو بنا ها ايش مرتبك انا مستغرب يعني شايف متوتر متوتر شمشم متوتر العظيم يا اخواني الاستاذ نايف وشلونك؟ يا مرحبا عساك طيب الله حيه وش هالطله ما شاء الله تبارك الرحمن الله يطول لي عمرك يا انس انا اتمنى انك تكون شجاع وتقول اسم المتسابق واسم المقدم يعني لا تسوي مثل الاشخاص اللي قبلك لا تحفظ لا طال عمرك هم اجتمعوا في منطقه محظوره فيها كلمه مراقبه فهذا شغل الاعداد الان انا اتمنى انك تكون شجاع وتقول الاسم لحظه شوي لحظه انس سام المنطقه المحظوره وين تقصد بالضبط عند باب المسرح الخلفي عند باب المسرح الخلفي ما في كاميرات الا في عند الخزان الابيض ما في كاميرات دقيقه انت وش طلع كوشي المنطقه المحظوره راح اشوفك مع اشوفك مع الباب دربيب في بارتيشن الباب في بارتيشن كيف شفت لا موجود في مجال في مجال كيف؟ واضح وضوح الشمس يا دباب لا من طولك عشان يقول فوق للبارتيشن يا رجال هو يبدو ان انس هو المتسابق يا انك انت يا المتسابق انس دقيقة يا شباب اعطوني انس يا انس علشان ما تظهر بمظهر يعني مخجل لنفسك ويعني وينظر لك الجمهور بنظرة يعني ما هي بزينة خلك شجاع وقول للمتسابق فلان والمقدم فلان ولا عليك في اي احد لا تفكر باحد لا انا ما افكر باحد يعني شفت كلمه ان انا شفت وخلاص انا ماني قايل بروح ايه لا انا بقول اسم الناقد الكبير اما المتسابق ما قايل اسمه ها اما هو الناقد الكبير الاستاذ الاعلامي القدير الاستاذ نايف الاكلبي إيه انا لا لله وانا يا رجل انا والله داري الاسم لحظه لو سمحت تعيد الاسم مره اخرى من الناقد الاستاذ الناقد الكبير الاعلامي اللي يرشح المقدمين نايف الاكلبي مع من شكرا يا شجاع من هو المتسابق خليك شجاع وقول اسم المتسابق الان الشجاعه عندك يا نايف قل من المتسابق
ها انا ما قبلت احد. لا يا نايف لا 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 انا كيفك انت؟ قل اسم المتسابق. يا شباب شوف هذه حيله يعني حاولوا المتسابقين انهم يستخدموها. استخدمها اول شيء سلطان مدويحس مع عادل بن هيف وفشل. طبعا هو استخدم عادل اسم عادل لان عادل برا الفقره. ايوه ما كان متوقع انه بنصدمه وبنجيب عادل يتكلم ويتصل ويجحده ويدخل في عينه يقول الكلام هذا غير صحيح، وبعدها خلاص ما عاد قال شيء. يا شباب واضح ان انس، لكن انا اقول يا انس خلك شجاع وقول اسمه المتسابق. انس انا سم انس غير صادق. نعم غير صادق. تعرف ليش؟ ايه لما انس تكلم في المقطع في واحد قال الناقد يبدا اسمه بحرف الصاد. اكيد صنايف اسمه صنايف. ولا انس يقول نايف الاكلبي. ولو جبنا واحد ثالث الحين بيجي يقول احمد الملا. لا هو قال حرف الصاقت لا ولا يمعلم باسمه. فالناقد اتمنى هو انك تعلن اسم المتسابق والا اسم الناقد والا سوف تظهر بمظهر غير لا لا مو موضوع وبتصير شخص إيه لا لا الاسم اسم المتسابق غير صادق. اسم المتسابق ماني بذاكره انا نهائيا نهائيا. ليه ما تذكره؟ ليه أنا أذكر اسم المتسابق إذا أنت خايف عليه من خصم إيه؟ أو خايف عليه من أي شيء إذا كان فعلا ظهر. أذكر اسم المتسابق وترى في يجيهنا كلنا ما يجي ولا شيء. أو جيهكم شديدة لكن ماني بذاكر اسم المتسابق. ما هو خوف من الخصم ولا شيء لكن ماني بذاكره. دقيقة يا جماعة أنا أقول خلكم معي في أعضاء من الناقد. طيب دقيقة يا أنس يخافون بعض المتسابقين. طيب دقيقة يا أنس خلكم معي يا شباب. أنس يعني لابد أو أنا أتوقع أن أحد أمرين، يا أنه يبحث عن الظهور في الكوفيشن روم ويبحث عن الشو ويعني ما وفق أبدا، يعني هذا شو من جولي شيك هذا أول شيء. الشيء الثاني دقيقة يا أنس ما أطلع فاصل بس أسلم. دقيقة أسلم. الشيء الثاني لابد وانا متاكد واتوقع التوقع الثاني ان الشباب ان حاولوا يستخدمون اكثر من واحد غير سلطان لان سلطان مره هجومي ما قدروا. يعني من نقول بعد يعني ما ودي اذكر اسماء يعني بغيت اقول اشخاص يكرهونهم خلهم يولون. شافوا الشخص اللطيف هذا اللي قالوا يلا انس ايش رايك؟ انس طبعا ما يقول لاخوياه لا اي شيء تقول له تقول انس تحفظه يقول ابشر بالسعد راعي فزعات. فأنا أتوقع أن الشباب جو قال أنس حنا نبي نسوي شيء. جاء أنس قال إيش عندي؟ يا سلام. لكن قل اسم قل اسم الناقد بس لا تقول اسم المتسابق. لا لا سمعت. أنا الآن فأنا أقول يعني إيه؟ الرياجيل استخدموها كأنس. لا هذه انتهينا منها. أنا أقول لك يا سلام اسمع ليش ما يكون اسمع نايف. اسمع ليش ما يكون نايف دقيقة ارتبك بعد ما أنس فضح من ارتباك كم اسم شركات كم سوي اعلان عندكم. دقيقه انت مو شايف ان نايف بدا يضرب يمين في شمال صح كلام. دقيقه ابو يوسف ابو يوسف دقيقه خلينا نكمل. انا ما ارتحت لك. دقيقه اول شيء الريجيل. انا ما ارتحت لك. الريجيل قاعد يستخدمون انس في يعني المآرب اخرى الله اعلم وش قاعد يستخدمون. اسمع يا انس سم يا ابو انا اتمنى انك تكون شجاع وما تخلي يعني الباشات اللي وراك اللي حاطين انفسهم في الخلف وحاطين لكل مقدمه طيب. علشان تكون ضحيه يعني والله خدم هو بشوف ساعه انك تقول اسم المتسابق اللي تدعي انه كان معي. اذا ما قلت اسم المتسابق فانا اقول لك الشو فاشل والحركه اللي بتسوونها فاشله وانت كذا. انس 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 طبعا انا اتمنى ما نايف ما يتكلم الان لان نايف الان في قفص الاتهام. سؤال انس سم انس سم سؤال سم يقول انا بعطيك خيارات وجاوبني سم. انا شك يعني دائما اللي يحب كذا سلطان دويحس المتسابق اللي كان مع نايف. لا ما قال لك لا ولا ايه خل ما معلمك تدري ليه معلمك. بعطيك ثلاثة أسامي واختار واحد منهم. أنا أتوقع ما يتجاوز واحد من الثلاثة. يلا خلنا أعطي أسماء. يلا سلطان دويحس، نواف العرماني، وعلي الشمراني اللي كان يمدح. أكيد علي الشمراني. علي الشمراني لأن علي الشمراني علي الشمراني يا طول ريش مرتبكم. دقيقة لحظة شوف. أنا أقرأ لغة الجسد.
هو واحد من ثلاثة. أنس وقع في الفخ، خلنا نشوفهم. طيب أفع عليك بلغة وجهه واضح الموضوع، هو واحد من الثلاثة. ورنا الثلاثة. طيب خلنا نشوف وجيههم. عطنا الثلاثة. اسمع نايف أنت الآن دقيقة. لا لا ما بتكلم عنهم. أنت قلت ثلاث أسماء صح؟ رشحت أنا كذا واحد من الأسماء اللي أنت ذكرتها. هذا واحد. شوفه شوفه واحد. اسمع أنت اللي كنت مع نايف، أنت اللي كنت مع نايف يا نواف. اسألك يا نواف جاوب، أنت اللي كنت مع نايف أمس. لا يقول لا. يقول لا. طيب من الثاني؟ عطى الثاني علي الشمراني يمكن أو سلطان. سلطان أنت اللي كنت مع نايف أمس. عليك بالعافية. مني ما شفته ولا درست معه. شوف شوف يا نايف، أنا ما قلت لكم إنها حركة سيئة يا نايف. قلت لا تحل تكلم ولا تجعل الله أرضى تلعب. خلينا نتكلم. خلينا نتكلم والله. لا تكلم أصبر. أنت قبل شيء قلت ثلاث أسماء صح؟ صحيح. وضحك هو واحد من الأسماء هذه. كنت ليتك خليتني أتكلم قبل يضحك سلطان. واحد من الأسماء الثلاثة اللي ذكرتها ضحك عليها هو صح؟ أنت قلت سلطان ونواف، بعدين قلت داخلك شك. أنا كنت أبغى أقول لك واحد من الأسماء هذولا هو اللي موصيه وحاطه في الواجهة. هو اللي صح ولا لا؟ هو أنا كنت شك سلطان. بعدين حطيته الشاشة على من؟ على نواف. نواف قال لا. حطيته على سلطان. السلطان ايش قال؟ ايه قال ايه يبغى يورطني. من هو صاحب الفكرة؟ سلطان. سلطان بن شوف, شوف شوف من هو الضحية؟ انس الدبلاء. لحظة شوي لحظة خلينا نكون واقعيين وحقانيين. بس اول شيء انا ابغى ابو حمود يتكلم بعدين. الان انت ما ابغاك تتكلم الان خلاص. انت ولا عاد. شكرا يا انس على المعلومة اللي سربتها. ابي روح روح خليه يوقف. امسك. اي يعني شكرا يا حب. اشكره. تفضل معك ابو حمود. اول شيء يا دباب القرية تنقل العلوم انت. يوم انك شفتهم ليش تعلم؟ هذا الاول. ليش تعلم؟ والله اني وراكم يا خوش ترى مره تفضحهم انت. ليش؟ انا وراكم مراكم لا تتعدل. هذا الامر الاول. دقيقة انت الحين يوم الله سترهم ليش تفضحهم؟ هذا الامر الاول وبعدين جاوبني. الامر الثاني انت قلت نايف الاكلوبي. اي نعم. التهمة فيها نايف وطرف ثاني. نعم. لا وجود لتهمة في حالة عدم افصاح الطرفين. يا تقول نايف وفلان ولا مالك تهمة عندنا. طيب هذا الامر الثاني. أسأل. الامر الثالث طال عمرك. الامر الثالث تراك اذا ما عطيتنا اسمين. ايه اسمين. ايه نايف واللي معه. اسلم. تراك بتطلع هنيه في ذا كوفي شروم صوره تايخه. الله ولا لك داعي. وبتقول ليتني ما اتهمتهم وليتني ما ابتليتهم في نفسي. طيب خلاص ارد. يلا عطني ارد. اول شيء انا اعاملكم بما تعاملون به انتم. ايش انتم تطلعون هذا تقول فيه شيء وما في شيء. انا اخر مره جيت. انا اخر مره جيت كوفي شروم انت متى؟ قبل 10 ايام ولا 15 يوم؟ لا شهر. ها خلاص وش عملناك به؟ اتهام باطل غيره. لا ما في اتهام باطل. اسمع باطل غيره. اول شيء مبروك الدفتر. اسمع الشيء الثاني الاسم الثاني ماني بقايله. اسم المتسابق ماني بقايله. اجل دعواك ابشرك انها باطله وابشركم وابشر الجميع بسلامه نايفه. خلاص الله ما سلم. انس بعطيك معلومه. اشوفك يا صالح. بعطيك معلومه لازم تعرفها. سم. بما انك انت اعترفت ان اللقاء صار عند البوابه الخارجيه للمسرح. اي نعم. وهذه منطقه مسموحه. المنطقة المسموحة للمعدين والمقدمين وهي الممنوعة على المتسابقين. لحظة شوي عشان أذكرك. صاحب القرار لما جاء وعاقب محمد ملحم لما دخل علينا في دار الضيافة وإحنا جالسين نتقهوى. إحنا جالسين في مكان المقدمين والمذيعين جالسين. هو اللي دخل وقال له أحد الشباب قال له ترى دخولك ممنوع. قال والله لا أدخل وبسلم. ودخل وأخذ العقوبة. نحن ما نتعاقب لأن نحن هنا في المنطقة. أنا ما خالفت النظام. أنا جالس في مكاني. المنطقة هذه نايف غير متهم وغير ملام. حتى لو أنا أحمد الملا الآن بطلع وبوقف بشرب الشاي وفي جلسة عند الباب ودائما أجلس فيها. لا تنادي أحد. جاني أحد أنا غير ملام. لا تنادي أحد. الآن أنا متسابق. لحظة أعطيك معلومة. أنت تحسب الموضوع كذا كلمة ورميتها ومشيت. لا شيء صحيح. الآن راح نوقع عريضة وراح ترفع إلى المدير صاحب القرار
والمدير التنفيذي للأستاذ صالح الحسين ورئيس مجلس الإدارة الشيخ إبراهيم الحسين ونعم الجميع بعقاب بالمطالبة بالعقاب على المتسابق أنس الميموني. نعم احنا كنا نبغاك تقول اسم المتسابق. عطني اوقع عطني اوقع بالتحقق. عطني اوقع لانه في كل الاحوال نايف ما عليه اي عقاب اذا كان في المنطقة هذه. طيب اذا ذكرت اسم المتسابق احنا كنا نطلب التحقق من المتسابق. انا ما ذكر المتسابق. الشيء الثاني ما نتفق اذا ناداني احد مثلكم وشرواكم ابجي. أيوة. احنا متسابقين تنادينا كي تبي مني شيء تبي مني حاجة أبجيك في سواء منطقة محظورة. لا حبيبي لا لا خلاص أنت خلاص الحين أقول لك الحين أقول لك يا مهذل تعال لينا في الكوفي شرو بيجيك مهذل بيجي ممنوع ممنوع أنت المتسابق 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 يعرف ايش المسموح له وايش الممنوع. المتسابق يعرف هالشيء. الف مبروك ابشرك وابشر اخواننا المتسابقين ان تهمتكم انها باطله وان جيتكم بالحوم وانكم خبلان ما تعرفون تصنعون محتوى ولا تصنعون شو ولا تعرفون كيف تصنعون الشو. انتم ناس فاشله. ارخص صوت ارخص انا من هنا خلاص انا من هنا اطالب اولا ان يكون خصم على سلطان دويحس لن اعترف. والله انا دائما اجي اقول انا دائما اجي اقول اللي يعترف اللي يعترف نفس موضوع الجوالات لا يحتاج دليل هو اعترف وقال ولكن احيف سلطان اعترافه وشجاعته خلص. واطالب بخصم مضاعف على انس الميموني. اتق الله اتق الله انسان نعم. غير شجاع اتق الله وحاول يوقع اخوياه في الفخ نعم. ويوقع سلطان في الفخ ربطه هو يغار من سلطان وإن سلطان قاعد يأخذ نقاط ويبغى سلطان ينخصم عليه وسلطان محزن وحزين وحالته حالة. دقيقة 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 بعدين لك أبو يوسف حطوا الشاشة على سلطان. سلطان لحظة شوي قابلتني قولي ولا لا هز راسك يا نايف. طيب ظل يا محمد اول شيء سلطان لحظه شوي سؤال سؤال دقيقه سؤال يا مشعل ابو يوسف الحين انا ما صدقت على الله اصير مقدم. هذا يقول لك عطني تعطيه هذا يقول لك اقطع تقطع. شوف انا مش بالي قيمه هنا. انا لما كنت هنا انا لما اكون هنا اطلب يقولون لي اسكت وهم اي شيء يقولون تنفذ لهم. اسمع ابو يوسف ابو يوسف اسمع اول أيه. شيء زي ما قلت ايوه سلطان يعاقب بالخصم بس عقوبه مخففه لانه شجاع لانه قابلني لانه شجاع حتى على يعني حتى في الحلم. الشيء الثاني انس المطيري احنا كل يعني بعض الحلقات نلقب المتسابقين دباب القليل الاسم انس المطيري الوظيفه نقال علوه. اتمنى من انس انك تغير فراشك وتنقل وتروح جنب فارس. فارس من؟ فارس الحربي. الله. لا 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 الله. انا قول ليش؟ لا لا. لان فارس يقول اي واحد ينام جنبي يطلع برايم ويودع، فروح نام عشان تودعنا ويعطيك العافيه. عشان افرحكم. ما كنت شجاع. ما كنت شجاع. اتق الله. خيبت ظني فيك يا انس، ما كنت شجاع، وانا اعرف ان انس الانسان الشجاع اللي ما يخاف، ولكن مع الاسف لم تكن شجع. انا اتمنى انه يحط فراشه جنب نواف العرماني بلا فارس الحربي. يا رجال يا رجال يا رجال على سلطان في رقبتك الى يوم القيامه وانت المسؤول وتسببت على الرجال. والله ما قابلت انا ما ارتحت ما ارتحت بصراحه والله ما سالته وما عملت سالته. الليله من يوم بدا طال عمرك هو شيد علي ويهمش مشابه انا ما ارتحت له والله انا ما ارتحت له. انا صراحه اطالب يعني صح هو نايف ما غلط ولكن ايضا اطالب الإدارة أنهم يخصمون علينا لا يحققون معهم لأنه مستهتر مستهتر جدا وجالس هنا يطقطق ولا كان مرتكب مخالفة. ليش أنا صالح أنا قصدي وين كنت لما كانوا ملتقين؟ شوف أنا اللهم لك الحمد أنا اللهم لك الحمد إخواني النقاد جمهور النقاد اللهم لك الحمد أنا أدي فقرتي وأطرح على طول أشغل سيارتي وأمشي البيت. أنا ما عندي وقت أضيع مع المتسابقين لأنهم فارغين. أقعد أسولف مع متسابق لا يعطيني إضافة ولا يفهم ولا يستمع مني واتكلم منه كاني اتكلم لي في كاف ما في احد. انا اطلع على اسال مشعل يبدو ان مشعل عنده مداخله. مشعل سمعت كلامه؟ لا حول الله يا اخي. ايش الرد؟ يا رجال الرد ان شاء الله نبي هديها الله ولا والله ما بيسلم. مشعل يقول ابو حمود غار من نايف
وقال ابغى اقابل بعض المتسابقين. يقوله مشعل يقول له ممنوع. نايف يقوله مشعل. مشعل نعم. اقول يا مشعل والله فيك ترى ما في اسمنش فكر يا شرك يا مسلم ولا تتهمنا توم كانك انا دليل يا مشعل. يا رجال انا قال والله لو يطلع بكلام من غير يطلع نقل علوم. شو الكلام ذا؟ الحمد لله. نعم مشعل يقول حاولت انتغرت من نايف أه؟ وكنت تقول ليش نايف يكلمهم وانا لا وابغى اقابل فلان وفلان أه؟ ومشعل يقول لك خلص فقرتك وتسهل. ممنوع. هذه تهمه طال عمرك. هذه تهمه. انا لا اقبل اتهامي على هذا الصعيد. انا انسان ادي عملي واطلع مع الباب من هنا لبيتي واخذ لي ساعه وعشرين دقيقه اشوف فيها اعاده الحلقه واراجع فيها نفسي واقرا فيها محاورا جديده لبكره. يا رجل هذه تهم. مشعل طبعا مشعل يقول يقول هالاثنين الاثنين هم مو انا طبعا لان انا مالي هذا. انت الليله ملائكه دائما انا التزم بالنظام ويسموني الدافور. صدق حد تقدر تنكرني يسموني الدافور. ما هو باخر حلقه زين. مشعل يقول غلطتي اني انبههم يقول من اليوم بتصيد عليهم وبصور وبعرض المشعل. يا رجال قل المشعل اللي ما يقدر يفعل نايف اقول ما علينا من مشعل. ومشعل طال عمرك في غرفه الاعداد ولا يطلع شبر ولا علينا منه مره. نايف طبعا ما يحتاج نايف مشعل ولا شيء. الله يخلي انس شغال رادار على كب عشاها الضيق. انت لو مرشح انس انه اي والله ما كان تكشف اي والله كان ما يبارك. رشح رشح يا اخوي انس لا يجلس جنبي يا شغالني. والله ما خليك علي نحن بنجيب انس. انس تدري وش يصلح؟ ايش؟ يصلح انك كذا جو مطر وغيم وتاخذه من عصر كذا على الباب لين. ايوه وسوالف وضحك ليه نقل علوم ترجع علوم. لا لا سوالف وضحك. لا والله تكشف وتضحك توقف نفس الطريق تنزل في البر وترجع. سوالف وضحك. الرجال طبح بك وباقي تمدحه. يا رجال ما معه سوالف والله. لو تركب على باب من يمين اكيد ما تلقى الا برا شاحي وفلان سوى وفلان دعا. انا اقول كلمه الحق. ما عرفت ليش يمدحه. هذه الفضيحه الخفيفه. خايف من الثقيل ابو يوسف. نايف خايف من الثقيل. جاء مقدم وعدنا متكلم. ما حد بيتكلم. انا اليوم اعطيتوني مجال. اقول انا انطق كلمه الحق نفس ما هي. راضي ولا زعلان؟ الرجال الله يقول هذه كلمه حق في انس. الله يفرج لك. بس بعدين يعطيك معلومه معلومتين. الرجال انك قال عمان صح. والله لو تمدحه ما يغير اقواله. لما جبنا طاري فارس لما قال اليوم في فقره الثغره هي يعني عجبتني الجملة وضحكت عليها كثير. لما جاء قال أنا أي واحد ينام جنبي يطلع براي. فأي متسابق إحنا نبغاه عشان كذا رشح أنس ينام جنب فارس. لا أقول تبي صراحة. أيوه. أنا أتمنى أنه يتم إلغاء الكاميرا اللي عند باب القرية وتعيين أنس. مكان الكاميرا. مكان الكاميرا. زين تمام. كيف شفت الثغرة اليوم يا أبو عنيزي؟ ثغرة فقرة جميل. الثغرة مع الزميل المبدع مشعل. ما دامكم مصرين على الاسئله الله يعيني اجاوب. طيب ايش تبي؟ خلاص لحظه شوي قفلنا السؤال. دقيقه خلني اتكلم. سؤال يعني خلني اتكلم. اول شيء فقره الثغره انا من الاشخاص المغرمين فيها جدا. اول شيء بكون المقدم مشعل الله يعطيه العافيه. الشيء الثاني الضيف اليوم يعني اضفى على الفقره يعني كثير كثير من الجماليات والمحاور اللي كان فيها ايضا كثير من الذكاء ومن الاسترسال. كانت إجابات يعني بعضها يعني حبكت بذكاء خاصة من فارس. فارس يعني شخص ذكي إعلاميا والله يعطيه العافية. يعني يعرف وش يقول ويعرف وش يتكلم ويعرف متى يتكلم ويعرف متى يسكت ويعني يفهم السؤال قبل يجاوب عليه. أنا أحيي صراحة وأقول له الله يعطيه العافية. كذلك مشعل يعني كان يعني فيه قوة في تناسق الفقرات وتسلسل الفقرات يعني عكس بعض الناس اللي يمكن يبلش في أي وقت. علي شو اسمه؟ علي شبراني. فارس فارس اسلام علي فارس الحربي. أنا أقول إنه أبدع اليوم جدا. جميل يعطيك العافية فارس. يا أبو حمود كيف شفت فقرة الثغرة مع مشعل وفارس؟ يا رجال ما غير قصورهم متسابقين كلهم. فقرة فارس الحربي الوحيد اللي فيها فن الرد وفيها البساطة وفيها الصدق وفيها كتاب مفتوح. يعني يا أخوان النقاد يا أخوان المتسابقين يا أعزائي المشاهدين اللي يبغى يستمتع بالحياة الواقعية في البرنامج أو إذا طلع متسابق عليكم بفارس الحربي. ما عنده شيء خشه. صريح ويرد ردود الله إله إلا الله عز الله. إن عنده ردود إنها عسل مثل شخصيته.
مثل وجوده يا اخي سبحان الله حتى الى الله اكبر الله يسعد الوجه لا تعني مسكين بصل خلينا الكلام والله نقبل القريه خالهم يقعدون خالهم يقعدون يا فارس ربهم يقدمون ربع اللي قدمته يا اخي حتى المكان اللي ينزل فيه تعمه البركه ويعمه السكون والهدوء والحكمه والوقار يا اخي فارس الكلام من دونه يقف نتعب احنا نقول يا فارس يا فارس ان شاء الله له من اسمه نصيب وانه يكون فارس هذه النسخه اتمنى ذلك على مدحك لفارس صراحة طالب الشباب أنهم يحطون لنا مقطع عشان الجمهور يشوفون الإبداعات في رد فارس مقطع جاهز يا مشعل تفضل من أنت لكل من لا يعرفك كان بسيط متواضع واضح اسمي فارس أحب الوناسة أبتعد عن المشاكل هذا أنا هذا تعيشت مع البرنامج بحكم أن الروتين متكرر كن أنا قلت أمس أسولف أنا والشباب من إيجابيات البرنامج اللي كسبناها أنا إنسان تحملت يعني اكتسبت الصبر يعني حقيقة يقول لك الصبر مهم صبور أول لا الحين إيه يعني في قرادة شوي كل اللي نام كل اللي نام وجنب يطلع إبراهيم المركز الأول المركز الأول في البزنس يعني بديت البر على مشاركتك هذه لاني انا راجع للبر حياتي بتصير في البر اجل جاي ليش طيب شاركت والحمد لله ما توقعت اني اصل المراحل دي وانا الله يا ابو حمود منسجم يا اخي يا اخي فن يا اخي فن فن في ثقه الذات في الردود في الجواب حتى ما تحرك ساكنه ما شاء الله تبارك الله يا اخي قلتها بكيفي والله خلينا لكم تعيدونها مره وثنتين ما احطها في الكرسي اللي جنبك تبي استراحه؟ ايه يستحق لكن انا ما اقول ابغاه الان ان شاء الله اذا خلص البرنامج الحين هو متسابق اذا طلع ان شاء الله وقالوا رشح لنا اسم انا برشح فارس يعني تعلمت من نايف انا برشح من الان لا انا ما اقدر هم الان كلهم عندي سواسيه متسابقين ترشح من؟ بعد البرنامج اذا سالوني من بترشح مو بالان بقول فارس الحربي بعد البرنامج الآن كلهم متسابقين عندي كلهم سواسية ما أرى فيهم اختلاف اللهم كل واحد يتميز بمحتوى أنا عكسك أنا أملك الشجاعة وأملك الثقة ويعني عندي بعد نظر فلذلك تكلمت عن علي وقلت بكل شجاعة أن علي من الآن يستاهل وإن شاء الله بإذن الله نذكرك في يوم من الأيام أقول لك هذا علي أنت قلت عندك بعد نظر صح؟ إيه؟ طيب أنا مساعة قلت أنا شايف أن عندك بعد نظر عطني ترشيح ثاني زعلت ما يقدر هو لأنه بس بعد النظر عنده مختصر على علي ما زعلت مختصر سنتكلم عن علي الشمراني والباقي نرجع الموضوع علي الشمراني ما نبغى نقفل الموضوع لا حول أوكي ما أدري نرجع بس على طاري علي الشمراني مو هو أحد أصابع التوكس منو علي الشمراني كان هو ونواف فرزان في كيسة واحدة والحمد لله الجوال فرق بينهم من يوم القرار يبدو فرق الله إن شاء الله بينهم صار التغليف كل واحد الحالة أيوه. تمام طبعا نحب نذكر أخواننا وأخواتنا المشاهدين بوقف اليتيم الأول تابع لجمعية البر بوادي عمود بمنطقة جيزان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص ماله من صدقة وقال أنا وكاف اليتيم كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى فلا تبخلون على أبنائنا اليتامى فهم بحاجة صراحة بحاجة والوقف إن شاء الله بيكون يعني مصرف من 15 مصرف من مصارف الأيتام طول الحياة فهي دعوة للجميع للمساهمة بهذا الوقف احتفلنا سابقا تقريبا قبل أسبوعين أو الأسبوع الماضي لما أعلن العزيز أبو غلا عن إتمام 50% وإحنا صراحة متحمسين إن نبغى نعرف لأني أنا متوقع إن ما راح نوصل ليوم 80 بإذن الله إلا والوقف اكتمل بإذن الله بدعمكم وبدعم أهل الخير وأبنائنا الأيتام بحاجة فهي دعوة وقف اليتيم الأول سهم الفرد 300 ريال سهم الوالدين 600 ريال سهم الأسرة كاملة 900 ريال ولا تبخل وموضوع سهل جدا وبسيط وما راح ياخذ منكم أكثر من 10 ثواني عبر التطبيق نسحب من التاج نسحب من التاج ليش لا يلا مين يبدأ ترى أنا بسحب اللي تقولي وقف أوكي دائما مشعل يقول له وقف
سيدي اليوم ما في مشعل ايه يا رجال اليوم مشعل مو برفيقنا تغير توقف يروح طال عمرك الى حكيمه هذه القريه فارس الحربي من هدى يستاهل فارس الحربي من هدى 100 نقطه لفارس الحربي يستاهل فارس يلا يا نايف لمين يروح ترى مو موقف نقول وقف وقف ايضا فارس الحربي يستاهل ايضا فارس الحربي يستاهل من فضاء من فضاء يستاهل فارس الحربي ابداعك اليوم يبدو انه ما قاعد يوقف يلا مين بيقول لي انا وقف انا اللي بقولك بس خذ لك طال عمرك الهواء وبعدين بقولك وقف لسه شغال انا انزل تحت عشان شوي اللي صوتوا من بدري صراحة لا نفضلنا ننزل دائما عشان اللي صوتوا شوي قبل يلا اللي هذا يقول لي توقف راح اهم شيء اذا جاء نلقى العلوم اسوي له سكيب ما انا الاسم انا اللي بتقول لي بوقف وقف وقف نعم وازع الهشال من ايمي يستاهل وازع الهشال 100 نقطة من ايمي طبعا اليوم نقاط المشاهدين 200 نقطة راحت لفارس الحربي و 100 نقطة لوازع الهشال اعزائي المشاهدين طبعا اليوم اول يوم اني اقدم فقرة النقد فاسمحوا لي ربما اخطأت وشيء ثاني اني انا يعني كل ما التفت يميني واشوف ابو حمود ماني قادر ونايف مستقصدني ويقول لي انه ما عندي محاور وما ادري ايش بنشوف محاوره بكره ايش بيسوي باذن الله شكرا لمتابعتكم وان شاء الله نراكم بس رسالة اخيرة للي يعني يبدو ان فقرتنا نرفزتهم شوي وتضايقهم ترى من صالحك انا دائما اجي اقول من صالحك تلحف ونام بدري لا تطالع لا تطالع لا تطالع اذا احنا مره مضايقينك لا تطالع تلحف بدري ونام بدري امورك تصير طيبه ولكن طبيعي اننا لن نرضى الجميع لن نرضي الجميع وهذا شيء طبيعي ونقدكم بناء ولن نستغني عن ارائكم وملاحظاتكم كثير من الملاحظات انتم قاعد تزودوننا فيها ولا ايش رايك يا ابو حمود في الموضوع اتفق معك طال عمرك ترى الشاشه تسعى اظهار الجانب الجميل لكم واللي يرضيكم وفوق ذلك اذا ما جاز لك الوضع طال عمرك نام بكير تصحى بكير نام بكير يا ابو عنزي ايش تقول للي في الختام اللي تلقفون ذولا نعم اقول لهم انتم ملاقيف فقط والله ابو عنزي اليوم يبدو انه جاي وهو معصب شخصيا ما ادري ايش فيه ابو عنزي اليوم ما ادري معصب حتى على الجمهور معصب شكرا جزيلا لكم وفي انتظار لقطة الختام ونشوفكم بكرة في نفس التوقيت وتصبحون على خير والسلام عليكم خذها كاش وهالمساحة فيها أخلاق وتناغم الصراحة فيها راحة وهذا أسلوب التفاهم خذها كاش وهالمساحة فيها أخلاق وتناغم خذها كاش وجهة نظرنا ما في أحد يعترضنا نقدنا انشد حفلنا وما لحد راين علينا خذها كاش نقدنا نقد احترافي كل ظاهر وكل خافي نقدنا راقي وصافي باحترافي انتقدنا خذها كاش ما في شي يمشي علينا خذها كاش والسلطة محطوطة بيدينا خذها كاش نقدنا راقي بنينا خذها كاش عين وعبي يا لب الواقع لب هاي يا هاي يا هاي الواقع قلوا من قدها ما في قناة جت زيها الواقع قلوا من قدها ما في قناة جت زيها برامجها على حلها وشاهده كل الفعالي